طيب عايز اعرف منك بقى، يعني كمان احنا شفنا حديث بين سيادة الرئيس وولادك، انت عندك ولدين ما شاء الله، عندي ولدين، ايه اللي حصل عندي بقى؟ زياد وعبد الله. ربنا والله يخليهم. هو الرئيس ده يعني رئيس انسان بمعنى الكلمه، والله حنين، والله يعني حضرتك تشوفيه على التلفزيون غير ما تشوفيه قاعد مع في وسط الناس كده، ويعني حاجه حاسسك ان هو واحد مني، مش غريب عنك في ولا رئيس ألفة. جمهوريه ولا كده، يعني دخلته علينا كده والله العظيم يعني تشرح القلب، حاجه كده تخش القلب كده على طول. راجل بسيط، راجل متواضع، راجل احتضن الناس كلها ساعات، ما فيش حد طلب منه ان هو يسلم عليه ولا يحتضنه ولا يقرب منه، غير ما كسفش حد، جبر كل الخواطر بتاع الناس كلها اللي طلبت. حتى حضرتك لو شفت ما فيش امن مركزي ولا في اي حاجه، وشوف الجماهير حواليه في كل مكان والناس ملتحمه معاه التحام تام، يعني مش